تلي أنت أي بربرين وده هذا الذي ودحيه الصومالي لان يالصومالي أو حي دولة الصومالي لان بده شيء سياسة داري ما هاد بده سيدر در عصب لو قليه قد سعد كاقون سيراديس كا وزير كاري ما هاد بده يسكا شق عالمي جاه الصومالي لان محمد بيحيون يسوا سعد على شقوق مرا يقارة يورب ويا وحا وكل مرة رسمي الله يا شيء ما دحده وزارة ده هاري ما هاد بده دولة ده تليانيكا بريتن نوروي سويسرلان وزير محمد بيحيون يسوا هاد كو سوغن مقالة جنيف يا دلك سويسرلان ايا وحا وكل مرة حساسي الله يا شيء مدح سرسره او كترسن دولد دلكاسي يسراكيل سرسره او كسعوتي هاي الدقرمد المدوبي وقابل سن ارمها غوحون تيغا UNSGR او كمد ياي فلانتين تبصوبة اقاسمها هول قلد قارد افريكا يو كوحو هو قامين ايو وحانا وزير كاي مسيولين تازي كوضا هلين ارمها غوحون تيغا يمن ايكو سوغل قول ايو سومالي لان سامين تا غوحون تيغو كو يالان كرو دلكا سيدي سومالي لان لوغة تاغيري لها مارين تا تريد غوحون تيغا ايسو سوطر ايسي يوليبا سيدي UNSGR اي اوبالانر لهايد هول قلد ايدا قودا هدالكا سومالي لان كورينتان وزير كو قارين دركا سويسر لان لبيا لباتن كي بيشا ايبريل اي لا صور دافاي وحاو سعودا لكم مري ودن كا تليانيغا ايدا وزير كاريمه هدبدا سومالي لان سيهر سرها لوغو سودو وي حرنتا وزارة خارجي ايدا دالكا تليانيغا هالكاسو او كولان فولكا فولا كولايا شاي وزير كو حيجين كاريمه هدبدا ايدا دالكا تليانيغا مستر ليبو بستيلي وحانا لبدا المسيل كوضا هدلين ارمه مهيمه هو اي كمي ديهين علاقات كالبدا ودن ايدين عيدا اسكاشي جاي هورو مرينتا قد يدا مدح بناني دا سومالي لان سيدي سومالي لان اعتراف وغيري لهايد ودامادا رير يوروب سيدي دولة دا تليانو قوغا قيب قادن لهايد صندوق هورو مرينتا سومالي لان سدوك الوحا وزير كومروها دبدا سومالي لان او سعودا المدقاتي كو تاقي دالك نور ويساق او كلامك كالدوان ليا شاي مدح دا وزارة داريمها دبدا حبناك ترسان قولها بارلمان كدالك نور ويو جالية دا سومالي لان اكو داقان دالكاسي وحانا وزير كاية مسؤولين تاسي هشيس كو قارين سيدي اللو حوچين لها حرير كلابا جيسود كاها ودحيا ودامة دا سومالي لان يو نور وي وعزيد او كلي وزير كو كولان بلاران ليا شاي مواديني انترير سومالي لان اكو داقان مقالة دا أسلو زيقو وزير كو كو اماني دادال كاي ايو جران سيدا ايو هورمرين لهايين دل كو دهو يو دانك كلي وحا وزير كو كو ديري قليا جالية درير سومالي لان مقالة دا عاصمة دا أسلو ina isimu gula uga qayb qaataan isla markaana ay isu soo taagan tartanka doorashooyinka golaha deegaanka ee dalkaas lagu wado in lagu qabto sanadkan gudihiisa saxaafada caalamka oo si weyn u xiiseynaysa horumarka ay Soomaaliland gaadhay ayaa wareysiyo dhowra la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland waxana wasiirku sharaxaad buuxda ka siiyay marxaladaha kala duwan ee loo soo maray dawladnimada Soomaaliland iyo horumarka uu dalku ka gaaray dhinacyada dimuqraadiyadda nabadgelyada iyo nidaamka dawlad wanaaga waxana wasiirku wadaayay qadiyada aqoonsiga Soomaaliland uu ka duwanyahay Tiib South Sudan eletriya oo adduunku si rasmi ah u aqoonsaday si kastaba ahaatee midowgii dhexmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu la mid ahaa kii dhexmaray wadamada Siriya iyo Masar intii u dhaxaysay sanadihii 1918 ilaa 1916kii xilligaas oo ay ku dhawaaqeen dawladda ay u bixiyeen midowga Jamhuuriyadda Carabeed isla markaana ay la kala noqdeen nidaamkoodii maamul sanadkii 1916kii waxaana adduunku hadda garwaaqsaday in Soomaaliland ay u qalanto in loo aqoonsado wadan madax bannaan iyadoo ay jiraan qaybo ka mid ah wadanka tan oo si aad ugu dhawaaqay in indhaha laga qarsan karin qadiyada aqoonsiga Soomaaliland oo muddo 24 sano ah shacab iyo dawlad ba halgan ugu jiray inay dhistaan qaran madax bannaan oo ka mid ah wadamada adduunka